السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 او 8/9/2020. عندنا اكتر من بطولة، اولها دور الامم الاوروبية 2020 استكمالا للجولة الثانية. أرمينيا تلعب أمام إستونيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت جرينتش. باقي التوقيتات هتكون في آخر الفيديو بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، المباراة في المنتخبين في المجموعة سي 2، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3 والمعلق جواد بدة. جورجيا هتلعب أمام مقدونيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت جرينتش. القناة الناقلة هي في المجموعة سي 2، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 والمعلق مدر اليوسف. بلجيكا هتلعب أمام أيسلندا الساعة 8:45 دقيقة مساء، يعني 9:15 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:15 مساء بتوقيت جرينتش. والقنوات المباريات اللي جاية كلها هتبقى في نفس التوقيت ده. في المجموعة اي 2، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 والمعلق نوفل الباشا في نفس التوقيت. الدنمارك هتلعب أمام إنجلترا في المجموعة اي 2، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3 والمعلق علي محمد علي. فرنسا هتلعب أمام كرواتيا، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 والمعلق روف خليف في المجموعة اي 3. السويد هتلعب أمام البرتغال في نفس التوقيت أيضا في المجموعة اي 3، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 5 والمعلق محمد بركات. قبرص هتلعب أمام أذربيجان في المجموعة سي 1، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 10 والمعلق سوار الذهب. ولوكسمبورغ هتلعب أمام الجبل الأسود في المجموعة سي 1، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 6 والمعلق أحمد عبده. سان مارينو هتلعب أمام ليشتنشتاين في المجموعه دي 2، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي 2. دوري نجوم قطر او الدوري القطري استكمالا للجوله الثانيه، دوري القطر 2020/2021 الموسم الجديد. الوقره هتلعب امام الدحيل الساعه 5:15 مساء بتوقيت مصر، الساعه 6:15 مساء بتوقيت قطر. القناه الناقله بين سبورتس اتش دي والمعلق عامر الخزيري، والكاس الاولى اتش دي والمعلق احمد الطيب. ام صلال هتلعب امام الخور في نفس التوقيت. القناه الناقله الكاس الثانيه اتش دي والمعلق منتصر الازهري. الاهلي هيلعب امام العربي، القناه الناقله بين سبورتس اتش دي والمعلق احمد البلوشي، والكاس 1 اتش دي والمعلق خليل البلوشي. الدوري المغربي الاسبوع الثاني والعشرين او البطوله المغربيه الاحترافيه الاولى، رجاء بني ملال هيلعب امام الدفاع الحسن الجديدي الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب. القناه الناقله قناه الرياضيه اس دي اتش دي والرياضيه لايف اتش دي والمعلق محمد العدالي. اولمبيك خريفكا هيلعب امام اتحاد طنجة الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب. قناة الناقلة الرياضية اس دي اتش دي والرياضية لايف اتش دي والمعلق عبد الصمد ولد شهيبة. دوري نصر بن حمد البحريني او دور البحريني الاسبوع 15، المحرق هيلعب امام الرفاع الشرقي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء بتوقيت البحرين. القناة الناقلة البحرين الرياضية الاولى والمعلق علي حسن. في نفس التوقيت الحد هيلعب امام الرفاع، والقناة الناقلة البحرين الرياضية الثانية والمعلق علي سعيد. الدوري السوداني تأجل كالعادة، كأس الأمير الكويتي عندنا مباراتين في ربع النهائي. المباراة الأولى بين القادسية وقازمة معادها الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6:30 بتوقيت الكويت. القناة الناقلة الكويت الرياضية اتش دي أو كي تي في سبورت اتش دي والمعلق إبراهيم الهشال. بعدها عندنا مباراة بين الكويت أمام السلمية في ربع النهائي أيضا في كأس الأمير الكويتي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت الكويت. القناة الناقلة كي تي في سبورت اتش دي او الكويت الرياضية اتش دي والمعلق طارق الملا. مفيش مباريات تانية كده، خلاص. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم عذرا مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، التوقيت والقنوات الناقلة والمعلقين. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك الفيديو، وإليكم باقي توقيتات الدول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى التعليق بنتائج أهم مباريات التوقع يعني. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا. بالنسبة لتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، من فضلك أضف ساعة، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 3. توقيت الإمارات وعمان أضف ساعتين، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 4. توقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا قلل ساعة، توقيت الساعة 2 هتكون الساعة 1. توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، الساعة 2 هتكون الساعة 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.